شفت مين؟ بنت صغيرة لابسة فستان أبيض وشكلها عفريتة. طب ما أنا كمان بشوفها، بشوف حاجات تانية، بس مش عيني اللي بتشوف، ده اللي بيشوف. القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي هي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي، منها مثلاً توقع الأسوأ لأن هو ده اللي هيحصل. ويجوز تكون حياة الإثبات العلمي الوحيد للقوانين دي. ما كنت عارفة إنك خاطب، عارفة مين أول واحدة حبها؟ حبك الأول كان شبع. لما يجي كل الأساطير بتبدأ كده، بيحكي إنسان يكرره يتنقل كل يرفض يصدق انه ما حصلش. او انت رافض تصدق انها حصلت. وليه كل ده بيحصل؟ تيرو بيقول انت كنت بتهارب حاجه من الماضي. طب وده بعلاقته باللي بيحصل في البلد؟ لازم تواجهه. أساس دلوقتي النداه رفعت. هل فعلا شيراز ورا كل ده؟ أنا رايح أعمل مصيبة يا ماجي. رفعت، طب هل خلاص أنا اتجننت وهصدق في الكلام ده؟ في حاجة حصلت لبيت الخضراوي. مالك أنت ومال الحكاية دي؟ رفعت امشي في اتجاه خوفك يا رفعت.